كنت بجولة بزقاق البلاط عم صور شبابيك وبلاكين، لأنه أنا عندي مجموعة شبابيك وبلاكين لبيروت، مباني قديمة. بعدين شفت على الباب برا مكتوب شارع بطرس البستاني، وأنا بعرف أنه في مدرسة على زقاق البلاط للمعلم بطرس البستاني. سألتها بتعرفي وين المدرسة؟ قالت لي يمكن عم تحكي عن القناطر اللي جوا. زين فوت فرجية القناطر. من كم يوم لما شفت عاملين ذكرى مئوية المعلم بطرس البستاني تفاجأت عم يعملوا احتفال بقاعة مغلقة، وكتير شككت هل هني حدا منهم شاف المبنى أو طلع على المبنى اللي اسمه مدرسة المعلم بطرس البستاني، يلي هي أول مدرسة علمانية يمكن بالشرق الأوسط، مدرسة عمرها 150 سنة. بتفاجأ أنه الدولة ما أخذت مبادرة لترميم أو أول شغلة استملاك المبنى، استملاك العقار يلي اكتشفت أنه هو عقار خاص، وحتى في إشاعة أنه يمكن يتدمر قسم منه، يتم هده. وكيف فيهم يعملوه؟ مش بس مدرسة، يرمموه ويحولوه لصرح ثقافي، ويصير فيه نشاطات ثقافية مثل معارض للكتب، معارض للصور، نشاطات، ندوات، وممكن يستردوا منه أموال، وهذه الأموال تكون لصيانة المبنى والحفاظ عليه.